أنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحبابنا الكرام، الدنيا ملئت بشيئين: قسمين من الأسباب الدنيا ملئت بها. لماذا؟ ليس لحوائج البشرية، بل للاختبار أيكم أحسن عملا. الدنيا ملئت بشيئين: بأسباب الزينة وأسباب التجارة، أسباب المعاش، أسباب المعاش وأسباب الزينة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذا الابتلاء من الأنبياء إلى عامة الناس، ولكن الناس يرون أن هذه الدنيا وأسبابها للضرورة، فهذه الضرورة تمنعنا من الدين. لما يرى الضرورة في التجارة فيخالف الأمر، لما يرى الضرورة في الحكومة فيخالف الدين. وحقيقة الأسباب كلها للاختبار، وزينت الدنيا للاختبار من الأنبياء إلى عامة الناس. الله سبحانه وتعالى كان يبتلي الأنبياء فيه، كان سليمان عليه السلام، الله سبحانه وتعالى جعل له الفرس يطيرون في الفضاء، يسبحون في الماء، ويمشون على الأرض، انشغل فيها حتى غربت الشمس. ولما غربت الشمس اغتم، بل أخذ السيف وقطع جميع الفرس، لأنه كان عنده هذا الأمر الشديد بأن أشتغل في هذا وأنسى الصلاة، فنسي، لأنه تفكر في مخلوقاته عز وجل. الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول: التفكر والاعتبار، التفكر في المخلوقات والاعتبار فيه لو يكون بدون استحضاره عز وجل،
فهذه الأسباب وهذه المخلوقات وعجائب الدنيا لا يكون السبب للوصول إلى الله. الوصول إلى الله بهذه المناظر وبهذه الأشياء بشرط لما ترى أي شيء، فلا بد أن تراه باستحضاره عز وجل، وإذا يكون بدون استحضاره يكون مانع لأوامر الله عز وجل. يكون مانع لامتثاله عز وجل، وإذا يكون باستحضاره عز وجل فيكون هذا سبب للوصول إلى الصانع. المصنوع للوصول إلى الصانع، إذا نرى المصنوع باستحضار الصانع والخالق، وإذا نراه بدون استحضاره عز وجل هذا لنا لا شك أن الأنبياء عليهم السلام يستحضرون الله عز وجل ولا يغفلون منه لحظة، ولكن لنا هذه القصص العبرة، ولما انشغل في غروب الشمس وفاضت صلاة العصر، ولكن اغتم وقطع وذبح جميع الفصائل، الله سبحانه وتعالى هو يرى عبده إذا فات منه أمر من أوامر الله عز وجل هل يغتم؟ هل يحزن؟ إذا يغتم ويحزن فالله سبحانه وتعالى يضيع عمله، فالله سبحانه وتعالى رد الشمس وصلى صلاة العصر من ذاك اليوم. صلى صلاة من ذاك اليوم، أنا أريد الصلاة لهذا اليوم بعدما غربت الشمس. فحقيقة يا أحبابنا، هناك بعض الأمور لا بد أن نتفكر فيها. أولا قلت أن الأسباب المعاش وأسباب الزينة كلاهما بالاختبار، ثم بعض الأسباب الله سبحانه وتعالى جعلها عامة، الناس يرون أن الأولاد يأتي بطريق المرأة والنساء عامة، والإنسان لما يريد بشيء وإرادته إرادة الخير ويكون هذا العمل لله عز وجل خالصا مخلصا ولا يريد بها الدنيا أبدا، ولكن إذا هو مع إرادته مع بإرادة الخير، إذا لم يستحضر الله عز وجل ولم يجعل إرادته موقوفة على أمر الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يبتليه. كم يذكر هل هذه الأسباب وهذه الأشياء تنسينا أو تذكرنا؟ أراد سليمان عليه السلام
أن يدور على نسائه 100 نساء، ومن كل المرأة يريد. والفرسان في سبيل الله المجاهدين من أولاده. فدار على 100 نساء ما حملت منها إلا واحدة، 99 ما حملت، 99 مع النبي إرادة الخير. وذكره الملك فقال قل إن شاء الله، ونسي. عندما انشغل في هذا بإرادة الخير نسي. فقال عليه الصلاة والسلام لو يقول أخي سليمان إن شاء الله لتكون 100 مجاهد يجاهدون في سبيل الله، ولكن نسي. ولكن نسي. هذه الأمثلة في القرآن تذكرنا شيئين: استحضار عز وجل في كل حين، وأمر ثاني أن نقدم الأعمال على الأسباب. ليس ترك الأسباب بل تقديم الأعمال على الأسباب بس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيسى أن نؤمن به، فاليهود والمشركين اجتمعوا وقالوا يا محمد نعرض لك أمامك 3 أسئلة، لو أجبت بها الجواب فنؤمن بك. وهذه الأسئلة لم تتعلق بمقصده، هذا أمر مهم. هذه القصة تعلمنا الدرس: إذا أحد يسألك ما لا يعنيك، وإذا أحد يسألك ما لا يتعلق بمقصدك، لا تتفكر فيها ولا تستفتي فيها أحد. ما لا يرد عليهم هم يسألوا هذا، ما لا يرد عليهم يسألوا هذا، لأن الأعداء الدين، أعداء الدين عندهم الطريق بأن يشغل الدعاة فيما لا يعنيه. ما هذا وما هذا وماذا تقول في هذا وماذا تقول في هذا وماذا تقول في هذا، حتى هو ينشغل عن مقصده ويتفكر هؤلاء يقبل الدين ويؤمن به فأنا أرد عليهم الجواب. مهما يكون قبول الدين بالشرط معناه هذا سبب الحرمان، لو تقبل الدين بدون الشرط ف تهتدوا، وإذا عندكم الشرط لقبول الدين فهذا سبب حرمانكم. فسألوا 3 أسئلة، يا صاحب الكهف ذو القرنين والروح، من هم وما هي؟ فقال الله عليه وسلم ما يعلم. كان ما يعلم، ما عنده علم في هذا. فقال إنه يجيبكم غدا، يأتي جبريل ويسأل الله عز وجل وأخبركم.
وما قال إن شاء الله. ما عندنا الوحي، والجبريل يأتي مساء وصباحا. أحيانا السائل لم يبرع عن مكانه فيأتي الجواب. يستفتونك في النساء، يستفتونك يطمس، يعني كثير، القرآن مليان بالاستفتاء من الصحابة، ويأتي الجواب قبل أن يتحرك السائل. ولكن في هذا السؤال مضى الشهر كامل ما دعني سببين. السبب الأول أن هذا السؤال لم يتعلق بعملك، أنت ما بعث لها. ما بعثت لهذا، أنت ما بعثت لهذا. إذا هو يسألك في شريعتك أنت فأخبره، وإذا يسألونك في أشياء التي لم تتعلق بك، فلذا قال زروني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم، هذا قطع من الحديث، زروني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم. الأمر الذي ما أمرتكم به لم تسألوا فيه، لم تسألوا عنه. وهذا السؤال أسئلة، سؤال أسئلة لم تتعلق لا بشريعته ولا بمقصده، لا، بس هكذا هم سألوا. فتأخر الجواب إلى الشهر. سوي أولا هذا الأمر لا يتعلق بكم، فإذا أحد يسألك ما لا يتعلق بك فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفتي فيه منهم أحد، ولا تقولن لشيء، شيء قليل، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. يعني موقوف على مشيئتي، موقوف على مشيئتي. فأنا أقول أولا إنسان إذا يريد شيء فهو يجعل إرادته موقوف على مشيئة الله. لا تقولن لشيء، يعني لشيء قليل، إذا أردت بشيء فعليك أن تذكر الله عز وجل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن أقرأ من هذا الشيء. هذه الأمثلة. فأنا قلت الأسباب للاختبار، أسباب للاختبار، الأسباب للاختبار. وهذه الأسباب لما تحول بين المؤمن وبين خزائنها عز وجل، فهناك يظن أن هذه الأسباب ونستفيد من قدرة الله بطريق هذه الأسباب. لا، قال أنا بيانات الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول لابد الاستفادة من قدرة الله عز وجل، لا يمكن إلا بإخراج اليقين الفاسد لهذه الأسباب. الاستفادة من قدر الله عز وجل رأسا، الإخراج اليقين الفاسد من قلوبنا ومن قلوب المؤمنين، لأن ما كان بيننا وبينه عز وجل الأسباب المادية، بيننا وبينه الأوامر، وهذه الأوامر أوامر لو تتعلق بالعبادات أو بالمعاشرة أو بالأسباب أو بالتجارة
أو بالحكومة في جميع الشعب. يقول الأسباب كالظرف والأمر كالمظروف. الأمر كالمظروف والأسباب مثل الظرف. ليس الظرف أصل، بل أصل المظروف الذي فيه السبب. فالأسباب كلها مملوءة بالأوامر، فنقدم الأمر، نقدم الأمر لا نقدم الأسباب. حتى في أدعيتنا نحن لما ندعو نقول يا الله عندي هذا الدكان والربح في يدك، وعندي هذا المزرعة، والطعام بيدك، وعندي هذا الدواء والشفاء بيدك. لا، هذا الدواء والشفاء بيدك، يعني الشيء الذي هو يستخدم من الماديات يعرض أمامه عز وجل هذه الأشياء ويقول الشفاء بيدك وأنا أستخدم الدواء. لما جاء الضماد مشرك في مكة المكرمة وأخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم هو ينكر الأصنام ويوحد الله، فقال الضماد وقع في قلبي أعوذ بالله أن عليه السحر وهو مجنون وعندي علاج. فقال أنا أعالجك، وعالجت من كان أشد منك مرضا وأنا أعالج، ولكن الشفاء بيد الله. من يقول؟ مشرك يقول الشفاء بيد الله، لكن نستخدم ما عندنا من التجارب والشفاء بيد الله، نستخدم ما عندنا من التجارب والشفاء بيد الله. ويقول المؤمن نتجارب ما عندنا من الأسباب ولكن الشفاء بيد الله، نتداوي والشفاء بيد الله، نتجر والربح بيد الله. ماذا بقي الفرق بين كلام المشرك والمؤمن؟ ماذا بقي الفرق؟ المؤمن يقول الشفاء بيد الله وأستعمل الدواء والشفاء بيد الله، ويقول المشرك أنا أعالجك والشفاء بيد الله. هذا السؤال، هذا السؤال ليس معناه أن نترك الأسباب، لا، الأسباب الاختبار. لابد مؤمن لابد أن يمر من الأسباب، لازم، لأن جعل الله سبحانه وتعالى الأسباب يعني متعلق بفطرة الإنسان. ما يستطيع أن يمر بدون الأسباب، الله سبحانه وتعالى يبتليه في الأسباب. فيا أحبابنا، الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول الذي يرى أنه متيقن من الأسباب ومتيقن من الأعمال هو يرى ماذا قدم وماذا أخر. إذا أخر الأسباب وقدم الأعمال فيقينه بالأعمال، فإذا قدم الأسباب وأخر الأعمال فيقينه على الأسباب.
المتيقن بالأسباب لأنه قدم الأسباب. الشيء الذي يراه متيقن يقدمه، هذا مزاج الإنسان. ولكن الاستفادة من قول الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، أول صبر ثم الصلاة. ما الصبر؟ ما هو الصبر؟ أن يمتنع عن الحرام، يمتنع عن الحرام، يمنع نفسه من الحرام، لأن الصلاة بالصلاة نستفيد من خزائن الله عز وجل رأسا، مثل الصحابة ومثل الأنبياء. ولكن قبل الصلاة الصبر، مثل الطهارة قبل العبادة، الطهارة قبل العبادة، هكذا الصبر قبل الصلاة. ليس الطهارة لا بالغسل ولا بالوضوء، لا، الطهارة تنظيف الدم وتطهير الدم، تنظيف وتطهير الدم من المأكولات المشتبه. هذه الطهارة أهم، وقبل طهارة الوضوء تغسيل الدم، قبل تغسيل الجسد. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا الأمر في القرآن للرسل ولعامة الناس. معناه هو الأعمال الصالحة موقوفة على الطهارة، على طهارة الدم. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لما أرسل أصحاب كهف صاحبه فقال فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر يتحقق ويبحث من أزكى طعاما، البائع والمبيع كلاهما أزكى، كلاهما أزكى، أزكى طعاما البائع والمبيع كلاهما. أحباب الكرام، أهم الشيء هذه اللقمة التي نراها بسيط وننتقل. الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول هذه اللقمة كالبحر، كالبحر، وما يأتي في دماغك وما يأتي في قلبك هذه كالدرر، أفكارك كالدرر، واللقمة كالبحر. إذا يكون اللقمة هذه خالصا صافيا من الحرام، فتفكراتك وأفكارك يكون كالدرر. يقول اللقمة كالبحر وأفكارك كالدرر. ولكن الناس لا يبالون بهذا، وهذا ليس بشيء، هذا شيء بسيط. ولكن حقيقة كمال العبادات وكمال الأعمال موقوف على الغذاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فرغ من غزوة، فأنصارية المرأة هي رأت
في وجهه عليه الصلاة والسلام أثر الجوع، فقال يا رسول الله، قالت يا رسول الله هل تقبل مني؟ أنا أطبخ لك الطعام. فقبل منها، فذهب إلى بيتها، ولما قدم له عليه الصلاة والسلام اللحم مطبوخ من الغنم، أكل منه لقمة، ما استطاع أن يبلعه، ما استطاع، مع أن اللحم كان نضيج، ما استطاع أن يبلعه، حتى أخرجه من فمه وسألها من أين لك هذا اللحم؟ قالت يا رسول الله أنا اشتريت بنفسي لك من جيراننا، أنا اشتريت بنفسي. قال لا، اذهبي واسأليها ما إن لك هذا الغنم. هي قالت هذا الغنم نحن، وأنا بعتك بكذا وكذا. قال ولكن صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يأكل. فسألت زوجها يعني جيرانها، سألت زوجها أنا بعت هذا الغنم لجارتي بكذا وكذا، فقال زوجها لا، أنا لا أرضى بهذا السعر بهذا القيمة، لأن هي باعت بدون إذن زوجها. الله، هي اشترت. يعني هذا المثال ما استطاع، حاول كان يأكل ولكن ما استطاع يبلعه، حتى أخرجه من الفم وسأله. بدون إذن زوجها هي باعت، وهي اشترت بسر وعندها ما حلال. هذه المرأة أحبابنا لا ندري المال بأي طرق يأتي عندنا، ونحن نستخدمه لديننا ولدنيانا وللمساجد وللمدارس وللأعمال الخير، ما ندري من أين يأتي. هذا الأمر مهم جدا، ولكن نحن لا نبالي. ما هو السبب أغلب بني إسرائيل اجتمعوا على عبادة العجل؟ ما هو السبب؟ لأن بني إسرائيل عندهم كان أمر الزواج، فهم أخذوا واستعاروا الذهب للزواج، أخذوا الذهب مستعار، فأرادوا أن يردوه. كم من الناس يستقبضوا الأموال من البنوك ويأخذوا الأموال من الناس مستعار ثم يردوا عليهم، مع أنه يرد كلها، ولكن لابد هو يترك بين المسلمين، هو يترك فساده ولو يرد. فاستعاروا من قوم فرعون الذهب، فقبل أن يرد عليهم غرق فرعون، وبقي هذا المال عند بني إسرائيل. فالسامري هو جمع هذا الذهب وجعل به العجل، وكلهم بل أغلبهم
اجتمعوا على وجعلوه، ليس فقط جعلوه يتبركوا به، لا، بل جعلوه المعبود، هذا إلهكم إله موسى فنسي. ما ندري من أين يأتي المال، من أي طريق يأتي المال، لم نتحقق. هذا أراد بالخير، بس أراد بالخير ومع، ومن أين هذا المال؟ فيا أحباب، فلذا قلت استعينوا بالصبر والصلاة. قبل الصلاة الصبر، والصبر أن يمتنع من الحرام، أن يمتنع من الحرام، هذا الصبر أن يمتنع من الحرام. وأنا أرى أن الأغذية الحرام نجد بالسهولة وبالرخيص، والحلال صعب. تبحث لو تخرج إلى السوق تجد الحرام رخيص وفي كل دكان، والحلال لو تسأل هل هناك دكان نشتري اللحم الحلال؟ لماذا؟ اختبارا لهذا المؤمن، إذا لم يجد السوق الحلال فماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ لأن النظام عز وجل الله سبحانه وتعالى يأمر بشيء فيجعل فيه المشاكل، ويمنع من شيء فيجعل له التسهيلات. التيسير في النواهي والموانع مع الأوامر، عجيب، الموانع مع الأوامر والتيسير مع النواهي، هذا الاختبار، هذا الاختبار، التيسير مع النواهي، مع النواهي والموانع على وامر. وابتلي أهل السبت أن يصيدوا السمك في يوم السبت، فالله سبحانه وتعالى يجعل ذاك اليوم جميع السمك في قعر البحر، لا، بل قالت العلماء يوم السبت تكون السمك كلها فوق الماء والماء تحت السمك حتى لا يرى الماء. انت الان هل يصيدون يوم السبت؟ هل يصيدون يوم السبت؟ اذا يكون ما يجد السمك يوم السبت والسمك لها يكون تحت في قاع البحر، ما استطاعوا، ما استطاعوا، هذا ليس الاختبار. الاختبار تكون السهوله فيما فيما نهى الله عنه، مع السهولة وأنت لا تصيب، ومع المشقة تبحث الرزق الحلال، فقد أصبح غيرها. فقلت إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فحلت الاستفادة من قدر الله عز وجل بالصلاة، فلهذا لما تأتي المشاكل، لما تأتي المشاكل نقدم الأسباب، نقدم الأسباب، وهذه المشاكل الموانع لم تأتي إلا لتربيتنا، والله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى الخير، لأن عجيب المؤمن لما يخطأ، المؤمن لما يخطأ، الله سبحانه وتعالى لم يؤخر يعني الموانع، لم يؤخر، لما يخطأ يأتي العقوبة فورا حتى ينتبه.
فورا يأتي، يأتي العقوبة فورا. الصحابي كان يرى، رأى المرأة أجنبية فانصدم رأسه بالجدار فورا، رأى الأجنبية وانصدم رأسه بالجدار فتفكر، هنا انصدام الطائرات، انصدام الدول، انصدام السيارات، الناس يقولوا هذا الدنيا هكذا، وهذا انصدم الرأس بالجدار. قال أنا ما رأيته، وأنا ما رأيت الجدار. ما قال هذا، بل قال لماذا انصدم رأسي بالجدار مع أني عندي عينين، لماذا انصدم؟ هذا السؤال، هذا السؤال، هذا هو السبب الهداية. كل واحد يسأل عن نفسه، لماذا؟ لما انصدم رأسي بالجدار ذهب إلى الله، يا رسول الله اليوم رأيت المرأة فأنا أنظر إليها إذ انصدم رأسي بالجدار، فقال هذا الله سبحانه وتعالى يأتي فهو العقوبة للمؤمن حتى ينتبه، لا يقول هكذا الدنيا، لأن في الحديث مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، هذا مرتبط بالوتد، والحبل بينه وبين الوتد، وهذا مرتبط بالحبل، ويدور في هذا الميدان ويأكل، ولما يتجاوز عن الحدود هناك الحبل يرجع، ويرجع فورا إلى وتده. هكذا المؤمن إذا يجد المشاكل في أمور الدنيا يتفكر ويرجع إلى أمر الله عز وجل وينتبه فورا، ينتبه فورا. هذا بسبب هذا، حتى يقول علي رضي الله عنه إذا دابتي تخالفني فأنا أعلم أني أذنبت اليوم، الله، وأتذكر ذنوبي دابتي التي لجامها بيدي، ولكن تخالفني، وإذا تخالفني دابتي أتذكر ذنبي، ماذا فعلت اليوم، لأن الدابة تخالفني. تأتي المشاكل إذا يكون هناك خلاف من الله عز وجل. فيا أحبابنا نستفيد من قدرة الله عز وجل رأسا. يقول الشيخ يوسف رحمه الله الشرط للإيثار من قدرة الله عز وجل إخراج اليقين الأسباب من قلوبنا من قلوب المرء، الاستفادة من قدرة الله عز وجل رأسا. وهذا لا يمكن إلا أن نقدم الأعمال على الأسباب. وكان يقول الذي يجمع بين الدعوة والعبادة، الله سبحانه وتعالى يسخر له الكون. سبحان الله، التكوين، النظام، التسخير، الكون موعود بالجمع بين الدعوة والعبادة، ليس بين العبادة والأسباب، بين الدعوة والعبادة. من يجمع بينهما يستفيد من قدرة عز وجل رأسا، وهذا هو يعني السبب لتسخير العبد. كان الصحابي سجن
وطلب الماء وطلب الماء ليغتسل لأنه أصابته الجنابة في السجن فمنع منه فقد الماء للشرب فقال طيب أنا لا أشرب الماء يومين أصبر على زمن العطش ولكن أريد الماء اليوم يعني لي اليوم ولغد قال لا ماء قليل للشرب اليوم اليوم وغدا لغد لا أعطيكم الماء ولكن هو أراد أن لا يشرب الماء وكان يصبر على العطش يصبر على العطش فالله سبحانه وتعالى الله أكبر نزل السحاب من السماء ودخل في السجن واغتسل السحاب تسخير 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 كما كان يشع بن نون مع جماعته في الميدان جمع بين العبادة والدعوة دعوهم وأرادوا يقاتلوهم فقال يا الله نحن مأمورين بالدعوة والعبادة حان وقت صلاة العصر وهؤلاء في مقابلتنا فأراد هو جمع بين الصلاة وبين القتال حان وقت الصلاة فقال يشع بن نون اللهم احبسها فحبست الشمس لماذا؟ كانوا متفكرين للصلاة لو نلتفت إلى العدو تفوت الصلاة لو نصلي نخاف العدو لما جمع بينهما الله سخر لهم مرة الشيخ إلياس رحمه الله مع جماعته إلى ميوات كان باص كبير في عامة الناس وكذلك الجماعة ركبت فيه ما كانت سيارات ما كانت هذه التسيرات لما حان وقت العصر وقت الصلاة واحد من الأحباب هو ذهب عند السواق السواق كان غير مسلم تكلم معه فقال يا سواق حان وقت الصلاة نحن نصلي ايش الصلاة الباص يصل إلى المحطة ما يقف في الطريق ما يقف في الطريق فقال هذا نحن أدينا ما علينا تكلمنا مع السواق وهو رفض وما علينا لأن حدينا ما علينا تكلمنا معه وهو رفض ما نستطيع أن ننزل من البص لا ما نستطيع فعدينا ما علينا وكان مطمئن وجالس فالشيخ إلياس سأله أين نصلي العصر فقال يا شيخ أنا ذهبت عند السواق هو رفض ما يقبل السيارة وغضب الشيخ إلياس قال السيارة لم يقف بالكلام مع السواق السيارة تقف جميع المسلمين الذين يسافرون معنا أو غيرنا في هذا البص هل دعوتهم إلى الصلاة؟ الله أكبر هل بين لهم أهمية الصلاة؟ هل دعوتهم؟ هل دعوتهم إلى الصلاة؟ هل أمرتهم بالصلاة؟ قال لا فقال الله أسأل سبحانه وتعالى كيف يزخر لنا هذا؟ وأنت فترة فقط متفكر في صلاتك أنت؟ فقال قبل أن تكلم مع السواق لو بينت بين المسلمين أهمية الصلاة
لا يقف السيارة، لأن يا أحبابنا كرامة الأولياء بعباداتهم الفردية، ولكن السادة الغيبية مرتبط ومشروط وموعود بالدعوة إلى الله. النصرات الاجتماعية والكرامة الأولياء مع الأشخاص مع الأفراد، لأنه تعبد ربه وربه أكرمه، واتقى ربه وربه أكرمه، إن أكرمه عند الله أتقاكم، هذه كرامة الأولياء. كرامات الأولياء بالأفراد والنصرة بالجموع مع الجميع مع الأمة، وهذا لن تنزل عز وجل إلا بدعوة إنفرادية. فسأل الشيخ هل دعوتهم؟ قال لا. فالأحباب مندشين في السيارة، وكل أحد هو يسلم على صاحبه، والذي يراه ما شاء الله المسلمين ودعاه إلى الصلاة وأهمية الصلاة والوعيد بتركها. لما تكلم بعد قليل كان الماء أمامهم وخرب السيارة، ويقول الصباغ لما جاء أول مرة أنا كنت ما خفت منه، ولكن بعد ما تكلموا فيما بينهم وأنا خفت سيحدث شيء، وخربت سيارة ونزلوا كلهم وصلوا. ويقول هذا الغير مسلم الصباغ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے. میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس کو غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے.